مجالات عديده جمعت مصر والمانيا وياتي على راسها القطاع الاقتصادي الذي شهد طفره كبيره خلال العقد الاخير وحرصت مصر خلال تلك الفتره على اقامه شراكات ناجحه باهم قطاعات الاستثمار خصوصا في مجال الطاقه والبنى التحتيه طفرة كبيرة في العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا أسست لها علاقات سياسية متينة خلال السنوات الماضية منذ تحمل الرئيس السيسي مسؤولية قيادة الدولة. مصر تعمل على تدعيم العلاقات الاقتصادية مع ألمانيا في شتى المجالات سواء زيادة الصادرات أو جذب استثمارات مباشرة من ألمانيا لمصر، فضلاً عن نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وقد انعكس ذلك على حجم التجارة البينية بين البلدين، والذي ارتفع خلال العام الماضي 2023 بنحو 23.6%

وجاءت ألمانيا في مقدمة أعلى عشر دول بالاتحاد الأوروبي تصديرا إلى مصر وذلك خلال عام 2023 بقيمة واردات بلغت 4.1 من مليار دولار هذا وتتوزع الاستثمارات الألمانية في مصر بين 1620 شركة تعمل في كافة القطاعات الاقتصادية وتسهم في نقل التكنولوجيا إلى الاقتصاد المصري وتوظيف آلاف العاملين، وتتركز الأنشطة الاقتصادية الألمانية في مصر بقطاع الطاقة، وخاصة توليد الطاقة الكهربائية والتعدين والنقل والبنية التحتية، وكذلك التكنولوجيات المستقبلية. هو إذا زخم كبير في العلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية، اصبح يركز مؤخرا على التوسع في مشروعات الطاقه المتجدده وكذلك الهيدروجين الاخضر لدفع عجله الشراكه الاقتصاديه الخضراء والمستدامه بين البلدين